المفاوض واللاعب الاساسي لما يكون قوي مؤثر طبعا هو شلون احنا نقول يعني تجيب الخبزه انت لك نفسك يعني ما تخلي ياخذها غيرك. فالكويت اليوم يطمحون انه خور عبد الله وطريق التنميه وكل هذه الامور اللي تتعلق بالاقتصاد والبحر هي ايضا دوله تحافظ على تكوينها وسيادتها في الحفاظ على المرتكز هذا والمنتج، عندما تتعاون مع الصين، عندما تعقد اتفاقيات اقتصاديه وبناء ميناء الى اخره. الكويت حتى لو اتفقت مع الصين فما راح تحصل في شيء او اي انجاز، لانه المساحه على الارض هي للعراق، الربط مع اوروبا ومع يعني سواء عن طريق تركيا او عن طريق الاردن، يعني مع القاره الاوروبيه او القاره الافريقيه، فالعراق هو المنفذ الوحيد. الكويت لابد وان يكون هناك لجان داخل وزاره النقل العراقيه، داخل وزاره الخارجيه العراقيه، حتى نقدر نعطيها حجمها الحقيقي، حتى نقولها انه العراق اقدم واعرق واكبر مما انه تفكر الكويت تنظر بهذه الطريقه. حياكم الله. ما الذي يحصل في الخليج؟ مشاريع راكدة منذ عقود. ما أن تحرك العراق نحو طريق التنمية وميناء الفاو حتى استفاق الجميع. من أين جاء مبارك لينافس الكبار؟ اجلبوا الوفود الصينية، تحركوا نحو الحلفاء الأمريكان. لا تتركوا شركة أو دولة إلا وتقنعوها بالشراكة والتعاون، لكن لن تحققوا المراد. فموقع العراق كان ولا زال وسيبقى الرابط الحصري لكل قارات العالم. أما اتفاقية خور عبد الله فهي لا داعي للتذكير بقرار المحكمة الاتحادية وهي ملغية حتى وإن ما طلتم أو رفضتم. أما في الداخل، أسواق مركزية تنفض الغبار بعد 20 عاما من الإهمال بهدف ضبط الأسعار وتخفيض التضخم. فهل ستساهم فعلا في سد احتياجات المواطن؟ أم أن الحديث على الورق صعب التطبيق للغاية وصعب على أرض الواقع؟ لنتابع. أجدد الترحيب بحضراتكم أينما كنتم. ملفنا الأول راح يكون مع المتحدث باسم الحراك الشعبي لمبادرة الحزام والطريق الأستاذ حسين بارود، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. أما الآن سادة الأكارم، فأني أرحب كل الترحيب بالخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد، ضيفي هنا في الاستوديو. حياك الله. حياكم الله وحي مشاهدي قناة الأيام الكرام. حياك الله. أبدأ معك، الكويت تدخل على خط الاستثمارات، على خط المشاريع، هل بالفعل هذا الكلام صحيح؟ هل سيؤثر على طريق التنمية؟ عدة تساؤلات يطرحها المواطن العراقي. أكيد أنه اليوم بعد الجدية اللي أبدتها الحكومة العراقية بتنفيذ هذا الطريق والإقبال العالمي والإقليمي على طريق التنمية باعتباره أقصر الطرق وأكثرها جدوة اقتصادية، هناك دول دخلت على الخط مثل تركيا والإمارات وقطر. نعم. للمشاركة بهذا المشروع. هناك نواب كويتيون يطالبون الحكومة الكويتية أن تدخل على خط طريق التنمية باعتبار أنه أصبح حقيقة وواقع حال لا بد منه، لأن أي دولة اليوم خارج هذا الطريق ستكون هي بمعزل عن الاستثمارات وبمعزل عن العمل الجديد. خليني أناقش وياك هذه النقطة. العراق كان مرحب بأي دولة. نعم. أن تنضم لهذا الطريق. شنو مشكلة الكويت؟ ليش جاي يروحون هنا وهناك
وينضمون لهذا الطريق والكل يكون مستفيد. يعني كانت الخطة السابقة والطريق السابق أنه ميناء مبارك ومن خلال ما يسمى بطريق الحرير، أنه تكون هناك استثمارات صينية ويمر طريق آخر عبر إيران وباكستان وصولا إلى الموانئ التركية، لكن هذا الطريق هو طريق فيه وعورة، منطقة جبلية، صعوبة أن تكون هناك شخص سكك يحتاج إلى وقت طويل وتكلفة عالية. الطريق عبر العراق عبر طريق التنمية بفرق بالتكلفة وأيضا بالوقت أكثر من 24 يوم، لذلك كل العالم اليوم أجمع أنه طريق التنمية هو الأقصر والأقل تكلفة، لذلك حاولت الكويت أن تدخل. بسبب طبعا موقع العراق اللي يربط. نعم، الموقع العراقي اللي هو بقلب العالم، بالإضافة إلى وجود ميناء الفاو الكبير أعطى دافع وزخم كبير. طيب. لإنشاء طريق التنمية، لأن إذا أنشأنا ميناء الفاو بدون أن يكون هناك طريق التنمية يفقد الجدوى الاقتصادي لميناء الفاو، باعتبار أنه حركة الميناء هي البضائع اللي تأتي من آسيا وجنوب شرق آسيا تدخل في ميناء الفاو ثم عن طريق التنمية تصل إلى أوروبا. وبسبب الأحداث أيضا الدائرة في مضيق باب المندب أصبح العالم يبحث عن طريق فيه أمن اقتصادي، فيه جدوى اقتصادي، لأن أنت تعلمين أنه تكلفة النقل تشكل هاجس كبير أمام التجارة. أيضا إذا كانت الطرق غير مؤمنة لا بد للشركات أن تدفع مبالغ تأمين عالية جدا، وهذه المبالغ ستضاف تكلفة إلى تكلفة البضاعة، لذلك أصبح البحث والجدوى الاقتصادي ضمن طريق التنمية. بس بصراحة بدي أسألك، ليش التحرك بهذا التوقيت؟ شنو السر؟ يعني عدة مؤثرات. المؤثر الأول هو إكمال الموانئ الخمسة لميناء الفاو بالدرجة الأساسية، أيضا التحرك العالمي والاستثمارات لإنشاء طريق التنمية، أكثر من 12 دولة بدأت استعدادها، إيمانا أنه المنطقة اليوم بشكل عام ما عدا الطريق هذا هي غير مستقرة، سواء كان بسبب الأحداث الدائرة بين روسيا وأوكرانيا من جهة، أيضا الأحداث في اليمن وفي غزة، كل هذه المنطقة اليوم أصبحت المحيط والهلال يعني منطقة غير مؤمنة من الناحية الاقتصادية. التجارة تبحث عن طريق آمن، طريق مستقر فيه ديمومة. أصبح اليوم الفرصة مؤاتية للعراق، يجب أن العراق أن يستغل هذه الفرصة بأقصى جهد ممكن، يعني أن ينصب العمل الحكومي من أجل إكمال هذا الطريق. خلينا نوضح هذه النقطة. قلت بعد إكمال القواعد الأساسية لميناء الفاو كانت الكويت تراهن على عدم بناء ميناء الفاو، ومن تأكد تنبنى هسه بدأت تتنفذ هذه المشاريع؟ نعم، كانت يعني مع الأسف طوال السنوات السابقة لم نجد جدية بإنشاء ميناء الفاو أو إكماله، حتى فرصة إكمال ميناء مبارك كانت الكويت تعول أنه العراق لا ينشئ ميناء، ميناء مبارك سيكون هو البوابة لطريق سككي عبر العراق وصولا أيضا إلى أوروبا، لكن اليوم ميناء الفاو وإكماله من قبل الحكومة العراقية بصراحة شكل فارق اقتصادي مهم جدا، ثالث أكبر ميناء بالمنطقة، من أكبر 10 موانئ على مستوى العالم، حركة التجارة ستتغير حتى بالنسبة إلى دبي، ويعني سيكون هذا الطريق ربما بديلا. وكانت يعني طوال السنوات السابقة الأحداث اللي دائرة في العراق وعدم الاستقرار الأمني والسياسي إلى دور بعدم إكمال هكذا مشاريع، لأنها ستؤثر بشكل اقتصادي على دبي وعلى الكويت وعلى كل دول المنطقة. لكن اليوم والحمد لله بوجود حكومة مستقرة في العراق، حكومة السيد محمد الشياع السوداني، وأيضا عزمها على إكمال المشاريع وتنظر إلى التنمية بعين اقتصادية، تحاول تنويع الاقتصاد العراقي، إكمال هذه المشاريع التي ستشكل فارق كبير جدا في اقتصاد العراق من ناحية النقل. هل سينافس ميناء مبارك مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو؟ وبصراحة أستاذ ثاني، الطرق هي عبارة عن شرايين، يعني شريان ينقل من مكان إلى مكان آخر. طيب. في حال وجود ميناء وعدم وجود طريق آخر يكمل الميناء، هل من المعقول أن الكويت أن تستهلك كل البضائع التي ترسو في ميناء مبارك؟ أين تذهب البضاعة؟ هل تذهب إلى إيران؟ تنقل إلى إيران وأفغانستان وباكستان ثم إلى أوروبا؟ هذا من الصعوبة. يعني حتى أفهم، بالنسبة طريق التنمية يكون مهم لميناء مبارك أيضا؟ لا، يكون طريق التنمية لميناء الفاو بالدرجة الأساس. هذا أينما إذا أرادت الكويت أن تدخل بشراكات مع العراق
انه يكون هناك حسابات حاله على اي دوله تستخدم. لكن هي حتى الان ما تريد هذه الشراكات. يعني هم يردون ينفذون ميناء مبارك ويمضون. نعم كانت الكويت تراهن على عدم اكمال ميناء الفاو بالدرجه الاساس. تراهن انه ميناء مبارك سيكون اكبر ميناء في المنطقه، سيقطع المياه الاقليميه للعراق ويؤثر عليها. بنوا ميناء مبارك، الطريقه اللي ينقل البضائع وين؟ هو هاي المشكله. كانت الصين تريد احياء طريق الحرير. زين. بديل عن العراق عن طريق الكويت عن جزر الكويتية ثم ينقل عبر إيران ووصولا إلى أوروبا. طيب. لكن هذا المشروع لحد الآن لم يتم لأنها المنطقة جبلية. هاي قلت ليها ووعورة التضاريس. نعم. إذن العراق يسابق الزمن للبدء بمشروع التنمية وإرساء على أرض الواقع. أكيد. لأنه أكو كثير من المستفيدين ما يردون هذا المشروع. أكيد يعني. اليوم الفرصة مآتية للعراق أن يكمل هذا الطريق لأنه اليوم يشكل جدوى اقتصادية فرق عن باقي الفترات الزمنية. أيضا بالتناغم مع وجود ميناء الفاو أيضا هناك إقبال عالمي وشراكات عالمية على إكمال طريق التنمية. نعم. طريق سككي، طريق بري. العراق منذ الخمسينات والأربعينات ينظر له أنه قلب العالم كموقع استراتيجي، بوابة. نعم. الشرق يمكن أن يشكل فارق كبير جدا في مسألة الترانزيت والنقل، لكن العراق يجب أن يستفيد من هذه المرحلة أن يعني لا يكون مجرد ترانزيت، يتم إنشاء مدن صناعية للاستفادة من هذا الطريق خصوصا في مجال السياحة والسفر. نعم. أكثر من مليون إلى مليونين مستخدم لهذا الطريق سنويا، كل هذا بحد ذاته سيكون. طيب. مؤثر اقتصادي. اسمح لي ان ارحب بالمتحدث باسم الحراك الشعبي لمبادره الحزام والطريق الاستاذ حسين البارود. اهلا وسهلا. السلام عليكم. حياك الله. اهلا وسهلا ومرحبا. تاخرت علينا لكن عسى المانع خير ان شاء الله. والله الازدحامات والسيطرات. الله بالخير. الله بالخير. السيطرات منتشره. سيطرات اذتنا. كان استاذ علاء يتحدث عن اهميه طريق التنميه وما سيؤثر على العراق ويتحدث ايضا عن ميناء الفاو، لكن اريد اسالك بصراحه اليوم ميناء مبارك هل من الممكن أن ينافس طريق التنمية وميناء الفاو؟ لو هذا مشروع وهذني مشاريع ماكو علاقة بيناتهم، ماكو ربط. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي. حياك الله. لجنابك الكريم وأستاذ علاء وكل القائمين على هذه القناة. بالنسبة إلى ميناء مبارك هو العقبة الأكبر في وجه الاقتصاد العراقي، وضع في مكان قاتل لا يحق للكويت أن تضع فيه ميناء أساساً أو استخدامه بشكل ثقيل، لأن هذا الخور خور عبد الله أو خور الخفجة ما قبل خور عبد الله أيضاً هذه تعتبر عراقية خالصة، والعراق كان يستخدمها منذ بداية استخدام الموانئ في تلك المنطقة. وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية. وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية. طيب. كذلك هذا الميناء، الخطورة في ميناء مبارك أنه ميناء ضخم يتكون من 60 رصيف وله قدرة استيعابية في ساحة الحاويات جدا عالية، وله ربط سككي وطرق برية تربط جسرين يربطان الجزيرة في الأرض في الجزيرة الأخرى، ثم سكك حديد وطرق برية. لديه غاطس أكثر بكثير من ميناء الفاو. ميناء الفاو لا يزال صغيرا. غاطس ميناء مبارك ما يقارب 24 متر، ميناء الفاو لا يتجاوز 19 متر و80 سنتيم أو أقل من هذا الشيء بقليل. يعني كل السوبر ماكس إذا أردنا نعطي مجال لميناء مبارك للعمل ونعطيهم ربط سككي أو ربط بري، حقيقة كل السوبر ماكس سوف تذهب إلى ميناء مبارك وموانعنا سوف تضرب بشكل جدا قوي وتكون خارج سوق العمل والمنافسة. والكويت تريد تسوي هذا المشروع لو راح تتحد ويا العراق ويصيرون كلهم بطريقة التنمية. سيدتي الفاضلة، طريق التنمية ما يسمى طريق التنمية، خلوني أكون واضح هنا. نحن نراه قناة جافة. التنمية في الاقتصاد، التنمية في المصانع، في المعامل. طيب. في الشركات الإنتاجية، في الزراعة، في البنى التحتية، في التطوير العمراني. صحيح. هذه لا نسميها قناة تنمية
حتى نرى التنمية الحقيقية. أما حالياً هي نقل، نعم. هذا ترانزيت ونقل وعبور، ولا شيء من هذا المصطلح يسمى. لكن الترانزيت مو ممكن استثماره بميناء المصانع والمعامل وتشغيل الأيدي العاملة. هذا مو الترانزيت ممكن توظفه لصالحك. إحنا المشكلة سيدتي الفاضلة، هذا الشيء أكيد نحن نحتاج الطرق للنقل، ونحتاج السكك للنقل، ونحتاج المطارات والموانئ، شيء رائع. لكن نحن نقول العراق متجه في سياساته نحو الليبرالية الجديدة والخصخصة، صحيح؟ صحيح. طيب احنا اذا متجهين بهذا الاتجاه نحو الليبرالية الجديدة والخصخصة وترك الاشتراكية وترك مصانع ومعامل التي تديرها الحكومة، من الذي سيقوم بتلك المشاريع؟ هنا هو هذا السؤال. هذا النقطة. النقطة الثانية، طيب. النقطة الثانية سيدتي الفاضلة، مبادرة الحزام والطريق كانت هي الأساس تنموية للعراق، وهذا معروف يعني أيام الدكتور حيدر العبادي ومن ثم عادل عبد المهدي وما جرى. لكن هذه المبادرة غلفت في العراق، ضغوط أمريكية وضغوط دول الخليج أوقفتها من العراق. اليوم عندنا القناة الجافة، القناة الجافة راح تضمن ربط العراق، جنوب العراق بتركيا، وشيء جيد. هذا احنا نحتاج الطرق، هذا شيء جيد، جيد جدا. شنو اعتراضك؟ اعتراضنا هو هناك عدة اشياء سيدتي الفاضلة. الشيء الاول اننا نذهب نحو قناة سوف نصرف عليها اكثر من 17 مليار دولار بدخل سنوي قليل، بينما كل الاقتصاديين يقولون بإمكاننا أن نصرف 9 مليار في معامل، وهذه 9 مليار سوف تنتج سنوياً 40 مليار دولار. هذا واحد. أنت صرفت 17 على هذا الطريق، إيش قد العائدات من المفترض أن توصل؟ القياسات تقول 3 إلى 3.5 مليار سنوياً، وهذه في حال يعمل بكل طاقته. سيدتي الفاضلة خلينا نكون واضحين، اليوم أي سفينة سوبر ماكس تشيل 10,000 حاوية، هاي 10,000 حاوية إيش قد تحتاج تحميل وتنزيل بالموانئ؟ إيش قد تحتاج نقل؟ كم قطار تحتاج؟ نحن نتحدث عن شيء حقيقة بعيد عن مخيلة من يرسم. العراق يحتاج إلى ميناء كبير جدا، وليس ميناء بخمس أرصفة، يحتاج ميناء بغاطس كبير كما كان. يعني هسه ميناء مبارك راح يغطي على ميناء الفرصة. إذا عمل وأعطيناه سوف يدمر الموانئ العراقية. لحظة، إذا عمل هاي معروفة، إذا أعطيناه شنو؟ إذا أعطيناهم ربط سككي. إذا أعطيناهم ربط سككي. وإذا ما أعطيناهم ربط سككي. إذا ما أعطيناهم ربط سككي، هنا راح يكون هل سنتمكن من إنشاء ميناء فاو كبير ينافس ميناء جبل علي؟ لأن نحن أعطينا الإمارات، سوف نعطي الإمارات ربط سككي وقناة وطريق بري. شايف شلون؟ هذه مو اتفاقية النقل بالترانزيت. النقل بالترانزيت يوقعها الجميع. هذه اتفاقية يعني individually، كل من على حدة، أنت تختار البلد اللي تتعامل وياه. طيب. هي هاي النقطة. أستاذ علاء، سمعت ما تفضل بي أستاذ حسين، شنو أهم النقاط اللي سجلت على هذا الحديث؟ طبعا أستاذ حسين مشكور لنا جد ترحيب، حياك الله. أثرته الرجل ده يحكي بأمور فنية بحتة، أمور اقتصادية الرجل لديه معلومات عن المشروع. إحنا هذه المنطقة في العراق صارت أكثر من دراسة وأكثر من سيناريو لإنشاء ميناء البصرة الكبير، ميناء الفاو، طريق التنمية، القناة الجافة، طريق الحرير، كل هذه. لكن اليوم البرو اللي صار على أرض الواقع تبلور أنه يكون طريق يسمى بطريق التنمية، باعتبار أنه هناك لهذه القناة الجافة ستنشأ مدن صناعية. طيب. أو فروع لمصانع. سيصرف 17 مليار دولار مقابل العائدات ما تتجاوز 3 مليار. هذا قائم على الإدارة. اليوم وزارة النقل أعلنت أنه سيتم إدارة ميناء الفاو والطريق من قبل شركات متخصصة. اليوم كل ما تكون هناك شركة متخصصة في مجال إدارة الموانئ ستعمل على جذب السفن والشركات بالدرجة الأساس، وتعمل على تعظيم الأرباح لأنه يحسب للإدارة. إحنا إذا كانت إدارة قادرة على جعل هذا الميناء يعمل بقوة كبيرة جدا بكامل طاقته، يمكن أن يتطور حتى تدخل استثمارات وتطور ميناء الفاو وتطور طريق التنمية. يعني هذا
ما مقتصر يعني من منذ يقول لك ميناء الفاو 5 صفر غير هذا كافي هذا يعني هو ميناء الخمسة الحالية الخمسة حالية أكثر من 22 رصيف أيضا ستدخل يعني إذا حسبنا العمر لإكمال ميناء الفاو أكثر من 15 سنة في 2025 سيكون بداية النفق العائم والأرصفة الخمسة بعدها سيبدأ يستمر بتطوير التطوير نفسه كل ما يشتغل الميناء يبدأ يطور نفسه وصوله إلى الذروة والماكس من القدرة الإنتاجية نعم. يمكن بعد 15 أو 20 سنة طيب. هذه استراتيجية أما اليوم كمرحلة أولى 5 أرصفة هي لا تلبي الطموح ومثل ما تفضل الأستاذ حسين لا تشغل الميناء بحسب ما نتخيل أو نتوقع خصوصا أنه هناك منافسة من الدول الأخرى بس الكويت الآن ناقصة شغلة مهمة وهو الربط الحقيقي على العراق راح ينطي هذا الربط لو لا إذا أنطي راح ينطي السكينة اللي تذبح العراق يعني يا أما العراق يكون شريك في ميناء مبارك يعني تكون الإدارة مشتركة حتى في مسألة الأرباح أي؟ وتكون أيضا الدخول بالطريق مقابل الشراكة بالميناء يعني يكون للعراق نسبة طيب. مشاركة في الميناء في ميناء مبارك أي يعني هذا يتبع أي. المفاوض العراقي اليوم إيش قد إلى قدرة أنا أن يكسب طيب. ما موجود اليوم من 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 مميزات لميناء مبارك يمكن أن يستفيد منها العراق أستاذ حسين اليوم العراق عنده ورقة ضغط نعم. راح يقدر يفاوض بها الكويت بطريقة صحيحة هل من الممكن أكون جزء من ميناء مبارك ومقابل ينطي طريق وضح ليها من فضلك والله للأسف الشديد نحن لا نرى الجدية على في المستوى السياسي في المفاوضات حقيقة يعني لو رأينا ما جرى في موضوع خور عبد الله واتفاقية بروتوكول تنظيم الملاحة ما يسمى تنظيم الملاحة وأشياء كثيرة حقيقة آخرها أنبوب بصرة عقب إيلات إسرائيل إلى مصر يعني هذه أشياء كثيرة لماذا نذهب باتجاه مصر والأردن ونقيم البتروكيماويات ونصدر نفطنا بأسعار رخيصة ونتحمل كل المسؤوليات ونستقرض من البنك الدولي لنمرر هذا الأنبوب الذي يكلف 28 مليار دولار زائدا الفوائد ولا نقيم مثل تلك المشاريع على أرضنا ونشغل شبابنا السؤال ليش؟ السؤال هناك ضغوط دولية تريد للعراق أن يكون ضعيف من يضغط الله يخليك أمريكا وبريطانيا ومحور التطبيع واقعيين خلي نكون اليوم ما الذي يدفع العراق بأن يذهب ليقيم معامل ومصانع في مصر وفي الأردن وعلى حسابه والنفط في إسرائيل يمر من إيلات وإسرائيل تأخذ حصة من هذا النفط من الأرض من مصر بفارق 8 دولار للبرميل زين هنا من الذي يجبر العراق على أن يذهب يعني أنا اليوم عندي فلوس أصرفها على ولدي لو راح أشوف لي واحد غريب أصرفها عليه حقيقة العراق واضح المواقف ضد الكيان الإسرائيلي هذه النقطة شلون تعبر على العراق هذه احنا وجهنا سؤال للسيد رئيس الوزراء أي؟ ولوزير النفط ولقادة الكتل السياسية انا وجهت هذا السؤال ولكن ليس هناك من إجابة ماذا تسمون مرور العراق بمنطقة إيليات هذا ضمن اتفاقية اقتصادية شيء اكيد كيف سوف يمر الأنبوب طيب اذا استاذ علاء شنو تصريح حضرتك يعني تعقيبا على كلام سالح حسين الموضوع السياسي له تأثير كبير جدا على الاقتصاد وهناك ضغوط خارجية تمارس على العراق من أجل تمرير هذا الأنبوب يا سب على ما يردون الخير إلى متى راح نبقى نسمع يعني العراق يعني ما يردون العراق يتطور يعني العراق هل يمتلك قراره 100% اليوم يعني مباحثات سيد رئيس الوزراء بإنهاء ملف الأمم المتحدة بإنهاء وجود قوات التحالف ودورها اليوم الضغوطات الخارجية على العراق حتى في مسألة الطاقة وحتى الربط الكهربائي هناك تأثيرات على أنه يبتعد العراق عن إيران ويتجه إلى الأردن والسعودية ربط الكهربائي الثلاثي أيضا مسألة هناك ضغوطات خارجية متى ما نستطيع اليوم أن يمتلك العراق قراره بحيث
يكون هو اللي يختار. هم ما راح ينطون العراق للعراق يعني القرار للعراق، هم راح يبقوا في موقف ما يستطيع ان يتخذ قرار. يعني هذا ما نشوف يعني اليوم يعني اليوم احنا لاحظ طريقه التنميه صار ميناء مبارك وصارت نعم كل هاي التدخلات ست اليوم احنا لاحظ الضغوطات الشعبيه لها تاثيرات مباشره بشكل كبير جدا، انه تؤثر على القرارات بحيث اين يتجه العراق واين تكون البوصله. احنا بارائنا كاقتصاديين انه اكمال مشاريع تنمويه بداخل العراق بالدرجه الاساس تكون مرحله بناء، بعدها عندما يكون العراق قويا ويمتلك قراره الاقتصادي بالدرجه الاساس. لا. اليوم احنا حتى مساله تصدير النفط هناك ملاحظه مهمه، انه حساباتنا في الدي اف اي تتاثر. صحيح. بعلاقتنا مع الولايات المتحده، انه مساله الدولار وتصدير النفط هناك ضغوطات اكبر من اللي نتحدث به، هذه تمارس على الاقتصاد العراقي وتشكل هيمنه على الواقع العراقي. طيب. بشكل كبير جدا. إذن أستاذ حسين نحتاج وقت حتى يستطيع العراق أن ينهض من جديد، خاصة أن العراق تعرض للكثير من المضايقات السياسية الدولية خلال الأعوام الماضية. سيدة الفاضلة، كونداليزا رايس سألوها لماذا ذهبتم إلى العراق، قالت لثلاث نقاط: حماية أمن إسرائيل ونشر الفوضى الخلاقة وتجزئة المجزأة. احنا اليوم 21 سنة العراق يرزح تحت وطأة الاحتلال والغطرسة الامريكية، اموالنا محجوزة في البنوك الامريكية. في اليوم الذي اعلن مجلس الامم المتحدة عن اغلاق صندوق التنمية العراقي النفط مقابل الغذاء، وقع الرئيس بوش الثاني مرسوم جمهوري امريكي، مرسوم رئاسي بإنشاء صندوق التنمية، وكل عائدات العراق تذهب إليه بحجة حماية الأموال العراقية من الدائنين، وهذا المرسوم كل سنة يجدد في يوم 22/5. زين، لعشان راح تخلص أستاذ حسين؟ سيدتي الفاضلة، نحن الآن تحت سيطرة أمريكا اقتصاديا، هي من تعطي المال. مو احنا ندريها هذه، غير نقول نحتاج وقت حتى نقدر شوية شوية نسحب نفسنا. أنا في رأيي خلي نكون صريحين، أمريكا لا تدخل إلى مكان وتخرج منه بهذه السهولة. لننظر عبر التاريخ كله. زين. ألمانيا، أوروبا الغربية، خطة مارشال، كيف أعادت بناء أوروبا، واليوم لو ترين كم خسرت أوروبا في الحرب ضد أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا بسبب السيطرة الأمريكية على أوروبا. اليابان قلنا، ما أماكن أخرى. نحن نرى اليوم إذا إحنا ما نقدر نذهب للصين لاستعادة اقتصادنا، شوفي ترى إحنا بخطر، إحنا سنوياً العراق يتكاثر 1.5 مليون حسابات، 1.5 مليون إنسان عندنا، بعد 10 سنوات يصير تعدادنا 50 مليون أو 55 مليون أو 60 مليون، يعني خلينا نتكلم بصراحة. زين، اقتصادنا اليوم، إحنا اليوم خفضنا ميزانيات المحافظات، صحيح؟ صحيح. لأن ما نقدر نغطيها، يعني فانتازيا بأننا سنقوم بكل شيء وكل هذه المشاريع. هذا النفط يا سادة. هذا اللي أتكلم عليه، بس اسمحي لي أنا، هذا اللي جاي. نحن نعتمد على النفط، واليوم العراق أصبح سوق للسيارات الكهربائية، فكيف بالعالم؟ علينا أن نسرع جاهدين باتجاه بناء اقتصاد غير ريعي. حتى ادخل احنا توجهنا للصين وشفت ما صار بالشارع العراقي كله، تحرك الشارع العراقي. دعونا نذهب الى امريكا سيدتي الفاضله. انا عندي كلام في هذا المجال. اذا كانت امريكا والعالم الغربي، ونحن نعرف هم من وقفوا في هذا الطريق، موجود كامل الوثائق موجوده لدينا. زين. فلتاتي امريكا او تاتي بريطانيا او تاتي المانيا او فرنسا او ايطاليا او اي دوله في حلف الناتو ولتبني بالعراق مقابل النفط. نقطة مهمة، شو تقول بها أستاذ علاء؟ يعني هل من الممكن أن نثق من جديد الولايات المتحدة؟ خليني أكون صريحين، لا يستطيع أن يمسك العصا من النص، من الوسط. يعني اليوم يجب أن يكون اتجاه محوري. القرار يحتاج إلى وقت. اليوم حكومة السيد محمد الشياع السوداني بدأت مفاوضات في ملفات عالقة، منها ملف الأمم المتحدة والقوات، أيضا مسألة العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، هل هي علاقة اقتصادية تعاون أم هي علاقة عسكرية. اليوم احنا في داخل العراق العلاقة بين المركز والإقليم، إقليم كردستان، هي غير واضحة.
لا من الناحية المالية ولا من الناحية السياسية. السؤال ليش؟ أكو جهات مستفيدة أكو جهات من هذا تحاول أن تبقى المتجزئ متجزئة، يعني هو هذا هاي المسألة المهمة جدا. هذه النقطة. إذا هذا تنفيذ اليوم، هذا تنفيذ مشروع. نعم إحنا خلينا نحكي على الوضع السياسي، هو أكيد راح ينسحب على الوضع الاقتصادي. اليوم الانقسامات اللي موجودة في داخل مجلس النواب، تأخر الموازنة، اليوم يلا انقرت الجداول وعندنا قانون موازنة لثلاثة سنوات، هذا تعطيل للمشاريع، اجحاف بالمحافظات ما عندها قدره انه احنا بشهر 6 عندما تتحولها المبالغ بشهر 7 تصير المصادق، عندما تريد ان تحيل مشاريع وتندر راح يصير شهر 12 وما راح تقدر تصرف، وبالتالي القدره على الانفاق وبناء المشاريع. احنا اليوم نحتاج الى رؤيه جديده، نحتاج انه نحدد بكلمه واحده حتى اختم هذا الملف، من المسؤول استاذ علاء؟ الكل اليوم الكتل السياسية تتحمل مسؤوليتها اتجاه أنه يكون عراق قوي موحد بقرار واحد. أستاذ حسين، من المسؤول وبصراحة؟ اليوم رئاسة الوزراء بشكل واضح. رئاسة الوزراء هي من تتحمل المسؤولية كاملة، لأنها صاحبة القرار ولديها التخويل من مجلس رئاسة الوزراء في عقد الاتفاقيات. نعم، وضحت الفكرة المتحدثة باسم الحراك الشعبي لمبادرة الحزام والطريق حسين البارود. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. إذا ملفنا الثاني راح يكون عن تحرك وزارة التجارة لإعادة إحياء الأسواق المركزية المنتشرة في عموم العراق بعد توقف دام لأكثر من عقدين، وراح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. الأسواق المركزية في العراق هجر لعقدين من الزمن وغبار ينتظر المشاريع لنفضه. اليوم تعتزم وزارة التجارة ضمن البرنامج الحكومي إلى إعادة إحياء تلك الأسواق المنتشرة في عموم البلاد التي من شأنها أن تحد من جشع الأسعار وخلق آلاف فرص العمل. نتمنى أن تنهض وزارة التجارة ثم الدولة العراقية باستثمار هذه الأبنية بالشكل الأمثل بما يخدم الواقع العراقي الحالي. نتمنى هاي الفكرة، والفكرة كلها جيدة، وبعدين دعم للمواطن، وعلى شرط أنه تكون مرتبطة بالحكومة ليس بأي جهة معينة. فإحنا دلاحظ يعني كل الدول سواء العربية أو الأجنبية عندهم أسواق مدعومة من الدولة، فإحنا بحاجة ضرورية لهذا الشيء. خبراء في الشأن الاقتصادي، عودة الأسواق المدعومة من قبل الدولة تعد حلاً مناسباً لجميع المواطنين، خصوصاً الطبقة الفقيرة التي أصبحت بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندانة الجشع الذي يمارسه التجار، فضلاً عن زيادة إيرادات الدولة وتحريك العجلة الاقتصادية. الأسواق طبعاً المركزية مفيدة كلش للشعب كليته، مو بس شخص معين أو فئة معينة، جميع الفئات، يعني الموظف والكادح يعني الكل تستفاد من عنده. فأكيد يعني هاي يعني خطوة كل الزينة، وعلى يعني الدولة أنه تقوم بفتح جميع الأسواق. تعتزم وزارة التجارة عن إعادة الحياة إلى 19 مركزا في بغداد والمحافظات، حيث تعتبر هذه المراكز قبلة لأغلب العراقيين المتبضعين لما تشهده من أسعار منخفضة. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع مدير عام بالشركة العامة للأسواق المركزية الأستاذة زهرة الجيلاني، حياك الله. الله يحييك. أهلا وسهلا. أهلا بك. ست أكثر من عقدين من الإغلاق، هل تتوقعين أن تنعش هذه الأسواق من جديد وتساهم باستقرار السوق العراقي بشكل عام لو لا؟ طبعا اكيد هي الاسواق المركزيه احنا من نقدر ندافع عنها هسه، لانه اكيد هي لا تزال يعني موجوده بالذاكره العراقيه، والدور اللي قامت به هذه المؤسسه في قبل 2003. نعم. طبعا للاسف انه هذه الشركه تعرضت الى هجمه في بنيتها التحتيه والى اسواقها اللي كانت مستغله من قبل القوات الامريكيه لغايه عام 2011. بعد خروج القوات الأمريكية للأسف ما كانت هناك أي جهود حكومية من أجل إعادة. شلون استغلوها الأمريكان الزهرة؟ استغلوها كمقار باعتبارها تستغل مواقع حيوية من محافظة بغداد والمحافظات، كونها ذات مساحة كبيرة، إضافة إلى كونها معزولة عن المناطق السكنية. طيب. هذا يعني إضافة إلى أنه كانوا يستغلوها كمراكز للعبادة كنائس.
كما هو الحال في سوق الشعب عندنا وسوق العدل. بعد 2011 لغاية استلامنا الإدارة في 2021 كانت الأسواق لا تزال على حالها، لا يوجد أي مبنى يعني تحت التأهيل أو تحت الصيانة، وحتى المشاريع الاستثمارية اللي كانت محالة ما كان بها أي عمل. إيش كانت النسبة الأمريكان اللي خربوا بها هذه الأسواق؟ والله تخريب كبير بالبنية التحتية، والدليل إنه إحنا اليوم سوق الشعب عندنا به يعني أعمال مقاولة صار فقط مجرد يعني مجرد تصليح للبناية لمدة سنة، ولا تزال المياه يعني تغمر السوق. يعني سووا بها مثلا شلون دمروا البنى التحتيه؟ هو مكان حرقوا كل الاسواق المركزيه بها مخازن، اي مخازن، فحرقوا المخازن، تلاعبوا بالاعمال الماء والمجاري والكهرباء، هوايه كانت هناك اعمال تخريبيه. طيب. اضافه الى انه منظومه التبريد ومنظومه السلالم اللي كانت، ندري انه العراق هو اول بلد استخدم السلالم اللي كانت على الكهرباء، هاي كلها كانت هاي بعد ما غادروا خربوا هذه الامور كلها؟ بعد ما غادروا اثناء ما كانوا موجودين يعني التخريب. طيب. كان شو على شو راح تسهم هذه الاسواق باستقرار السوق؟ اكيد طبعا هو نشاط وزاره التجاره عموما. أي. والاسواق المركزيه هو دعم المستهلك العراقي وتحقيق عمليه التوازن الاقتصادي بتقديم. طيب. الدعم. بالتالي احنا طبعا بدينا خطه اللي هي تاهيلها اسواقنا ومواقعنا. حاليا تقريبا لدينا 7 اسواق تحت التاهيل والصيانه. اول افتتاح ان شاء الله سيكون هو سوق حي العامل المركزي باذن يعني باذن الله يوم 1/7 بعد العيد راح نفتتحها كمنفذ تسويقي، إضافة إلى سوق الصالحية المركزي وسوق الشعب المركزي. هذه راح ينفتحن 1/7 إن شاء الله، لو تدريجيا راح تبدون بحي العامل وراها تفتتحون بقية سوق حي العامل وسوق الصالحية راح يكون افتتاح في يوم واحد. في يوم واحد. في يوم واحد. طيب. نعم. وأيضا بدينا انتقال أيضا إلى المحافظات. بدأنا بموقع في محافظة نينوى، أيضا في كركوك وديالة، نزولا إلى البصرة. عندنا أيضا حيكون افتتاح آخر إلى سوق الزبير المركزي. فصار احنا 3 سنوات الحمد لله بالتعاون مع القطاع الخاص طبعا بدينا، لكن احب ان انوه انه الاسواق المركزيه في السابق حقيقه كانت تتلقى موضوع الاستيراد كانت تستورد بناء على تخصيصات ماليه من الحكومه المركزيه، لكن حاليا هذه التخصيصات يعني ينطون لهذه الاسواق مبالغ ماليه وهذه الاسواق تستورد تقوم بالاستيراد. طيب. وهذا نشاط الاسواق الاستيراد والتسويق، لكن حاليا من 2003 لغايه الان هذه التخصيصات ما موجوده، لا توجد اي سيوله نقديه، بالتالي الاسواق المركزيه لم تستورد من عام 2003 لغايه تاريخي. اضطرينا حاليا التعامل مع القطاع الخاص، هسه عملنا هو كله تعامل مع القطاع الخاص، انه احنا نتعاون في كيفيه توفير السلع والبضائع اما بالتقسيط واما تكون مدعومه اقل. طيب. من تعاملكم ويا القطاع الخاص راح يجعل هذه الاسعار غير مدعمه لكم، وبالتالي راح تبيعوها للمواطن بنفس السعر اللي يبيع لكم اياه القطاع الخاص. لا شنو فرق الاسواق؟ ممكن توضحين هذه النقطه؟ يعني اقصد لو كانت مدعومه حكوميا نعم. راح تبيعوها طقه نازل للمواطن والمواطن راح يستفيد، لكن انتم تمويلكم وعملكم ويا القطاع الخاص شلون؟ نعم هناك يعني توجيهات وردتنا من السيد رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني نعم. تتمثل في ضروره قيام وزاره التجاره بفتح منافذها التسويقيه، وبناء على ذلك هناك اعفاءات منحت لبعض شركات القطاع الخاص اللي احنا حاليا تعاملنا وياها. نعم. هناك اعفاءات اما تكون جمركيه او قد تكون ضريبيه، بالتالي ما راح يعني يكون هناك تاثير على المواطن، بالعكس راح يكون هناك فرق بين اسعار اللي توضع في اسواقنا واسعار موجوده بالسوق المحليه. ربما هذا الجيل الجديد ما يعرف شنو هي الاسواق المركزيه او ما يسمى بالاورزدي اعتقد. اورزدي باك. نعم. يعني هذا احنا نسمعه من الجيل اللي قبلنا يعرف، لكن ماكو هذا الثقافه للتوجه للاسواق، ممكن تحدثينا عن ماذا يباع بهذه الاسواق؟ اي نعم. شنو التخصيصات؟ حتى ننطفد ايجاز للمتلقي. نعم. خاصه الشاب. شلون ممكن احنا نروج لصناعتنا المحليه ولاسواقنا ولبضائعنا بهذا الشكل الواضح؟ نعم، الاسواق المركزيه هي مؤسسه تتعامل بكافه السلع والبضائع الاستهلاكيه. نعم. كافه السلع والبضائع والادوات الاحتياطيه وقطع الغيار، اضافه الى انها تدعم الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه، وتتعامل عندها نشاط اخر هو نشاط السوق الحره وتجهيز دوائر الدوله. فالاسواق المركزيه نشاط واسع جدا يتحمل لكافه السلع والبضائع. هي يعني نشاطها أوسع من باقي شركات وزارة التجارة. طيب.
طيب. يعني بإمكانها أن تتعامل بأي بضاعة أو سلعة، وأعتقد يعني أمهاتنا وآبائنا يتذكرون عملية التبضع اللي كانت تكون الأسواق المركزية من خلال الدفتر. حضرتك قلتي قطع غيار. نعم. مثل شنو؟ قطع غيار. قطع غيار شنو؟ السيارات. السيارات. نعم السيارات والأدوات الاحتياطية كافة. زين قطع السيارات يعني هذه شنو؟ الأسواق تأخذ في الترخيص من شركات عالمية للسيارات وتبيع هذه قطع الغيار؟ في السابق كانت يعني تستورد من دولتي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، كانت تستورد هذه قطع الغيار حسب السيارات اللي تحتاجها، وكانت أيضا من حقها أن تمنح وكالات لوكلاء كانوا يتبضعون من الأسواق المركزية في سبيل أنه يتم بيعها المواطن بشكل مدعوم. واليوم قطع الغيار السيارات شنو تعاملكم ويا أي شركات؟ حاليا إحنا نتعامل، تعرفين تغير هسه الوضع، هناك طبعا. بعض المناشئ اللي دخلت بعد 2004 من ضمنها المناشئ الكورية والصينية والتركية، فهذا إحنا نستخدمه حاليا في عملية تجهيز دوائر الدولة، قطع الغيار والأدوات الاحتياطية في تجهيز دوائر الدولة. تجينا إحنا طلبيات من دوائر الدولة ونبدي نجهز. طلبتوا من هذه الحكومة أن يكون هنالك دعم مالي لكم كما السابق؟ والله هسه إحنا حالياً نعاني من القرار 128 لسنة 2017. شنو هذا؟ هذا القرار اللي يقول حجم الشركة، طلب منها أن تبيع أملاكها وعقاراتها، منع التعيين على الشركة ولو بعقد أو بأجر يومي. وأيضا كان من ضمن محتويات القرار هو تسريح موظفي الشركة ممن بلغ عمره 50 عام، فهذه يعني حقيقة هي التحدي الأكبر اللي إحنا نواجهه. إذا باعوا الأرض سرحوا الموظفين، نعم، شو راح تقدرون تنهضون؟ إحنا حاليا بدأنا بالقطع الأراضي اللي تضمنها القرار إنه هذه للاستثمار أو للمشاركة، أما للبيع حاليا إحنا متوقفين، ما عندنا ما نقدر يعني نتحرك، لكن بدينا بعض المخاطبات. كم مساحات الأراضي اللي أخذت من هذه الأسواق من شركتكم؟ اللي أخذت هي ماكو شيء أخذ، لكن أكو هناك مواقع استغلت من قبل قطاعات الحكومية أو القطاعات الأهلية، يعني ولا تزال. يعني أخذوها منكم لو شنو استغلت؟ لا هي ما أخذوها، هذه الفترة اللي من 2003 ولغاية يعني تقريبا 2016 أو 17 كانت هناك. طيب. أكو بعض المواقع تشغل من قبل يعني قوات حكومية، وأكو مواقع أخرى تشغل من قبل الأهالي، ولا تزال عندنا قطع أراضي مثلا عندنا سوق المستنصرية لا يزال مشغول من قبل القوات الأمنية، عندنا أيضا والأهالي شنو يعني متجاوزين في هذا؟ متجاوزين نعم، أما أن يكون يستغلها بشكل تجاري أو أن يستغلها كمكان للسكن. زين وين الدور الحكومي عن هذا الموضوع؟ عندنا هسه خلينا عن تجاوزات المواطنين. نعم. وهذا يعرقل عمل شركتكم. فعلا هذا يعرقل، لأن احنا حاليا داخلين في دعاوى مع سواء الجهات الحكومية أو مع القطاع الخاص من أجل أنه احنا نسترد أراضينا ونحاول أنه نلغي هذا القرار أو نتريث بتطبيقه. هذا القرار صادر عن منو؟ صدر عن مجلس الوزراء في عام 2017 في ظل حكومة العبادي. وفعلا فقدت الشركة الكثير من كوادرها وخبراتها، اليوم استقرت الشركة تقريبا على عدد يمكن 711 على عموم العراق بعد ما كانت 7000 موظف حكومي. لكن بصراحة ست ال 7000 موظف هل كانوا يسهمون فعلا باستقرار الأسواق العراقية؟ لو يعني كانوا موظفين بلا ما يخلون السوق يستقر، ربما هسه 700 وبيهم البركة أفضل من 7000 السابقين. فعلا أكو تركة أخرى ثقيلة هي كانت على الشركة، هي موضوع المفصولين السياسيين. تقريبا الشركة أعيد لها بحدود 3000 موظف مفصول سياسي، هذه راح تتحمل الشركة، ووزارة المالية أيضا تحملت عودتهم وصرف فروقاتهم، وكانت أعمارهم كبيرة يعني ما فادوا الشركة في شيء آخر، فهذه كانت أيضا من ضمن التحديات. طيب. اللي واجهتها الأسواق المركزية. أريدك تتحدثي لي بصراحة، الأمن الغذائي راح يتحقق مع هذه الأسواق؟ لأن اليوم المواطن يشوف أكو فرق جدا عالي بين منطقة ومنطقة، يعني منطقة تبيع ربما الجبن على فرض المثال بثلاثة أضعاف ما تبيع المنطقة الأخرى. هو هذا اللي تسعى إليه وزارة التجارة اليوم، أن توفر هذه المواد الغذائية الاستهلاكية إضافة إلى البطاقة التموينية والسلة الغذائية، أنه تكون الأسواق المركزية أيضا كداعم آخر للمستهلك في سبيل نحاول أن نخفض
من هذه الغلاء اللي يحصل بالاسعار باسعار المواد الغذائيه، هو الغايه من ذلك. بس التاجر براحته استاذ زهر، اليوم احنا التاجر تحت رقابتنا، ما راح يتحرك يعني مثل ما نقول بحريته، لا راح هناك بنود في العقد يعني يكون للمواطن تحت ظل واداره وزاره التجاره، وحتى موظفين احنا افرضنا بالعقد ان يكون هناك موظفين ايضا في هذه المنافذ يراقبون عمليه التبضع والتسويق. طيب هسه الاسواق ان شاء الله راح تنفتح 1/7 ببركه الله ان شاء الله، راح تستقطبون ايدي عامله؟ تعرفون الايدي العاطله عن العمل كثيره، راح تستقطبون ايدي عامله؟ اكيد احنا طبعا عندنا موضوعين فيما يخص اليد العامله. اليد العامله عندنا اثناء هسه العمل اللي هي اثناء التنفيذ، هذه عندنا ايدي عامله تقريبا كل سوق بحدود 600 الى 700 عامل عندنا. اما بعد التشغيل التجاري اكيد بعض الاحصائيات اللي عديناها، مثلا عندنا سوق الحي العامل تقريبا عدد العمال اللي راح يستخدمهم بحدود 3000 الى 3500 عامل. هذول كلهم عراقيين؟ لا، راح تستعينون بخبرات اجنبيه؟ اكيد راح يكون هناك بعض الكوادر الاجنبيه، خاصة فيما يخص عملية التسويق وعملية الأتمتة، لأن في أسواقنا في منافذنا التسويقية راح تكون العملية شبيهة بالقطاع الخاص اللي هو موضوع الأونلاين وتوصيل البضاعة للبيوت. هذه يعني ربما خبرات تتعلق بالأجانب، لكن نعم. أنا أسأل عن العمال الأجانب من بنغلاديش، من سوريا، من يعني هذه البلدان، راح يكونون اكو هناك؟ لان بصراحه عموما هذول ينافسون المواطن العراقي العاطل عن العمل. صحيح صحيح، اكو نعم هذا الشيء، لكن بالمجمل هو قانون العمل حدد انه حتى لو استعان بالعماله الاجنبيه يجب ان لا تزيد عن 50%، لازم تكون 50% عماله محليه. زين اريد اسال حضرتك فيما يتعلق بالازياء والملابس، اليوم السوق العراقيه مفتوحه على كل البلدان خاصة على تركيا، والبضاعة التركية يمكن حضرتك مطلعة مغرقتها للسوق العراقي. صحيح. راح تستوردون فشيء جديد عن السوق العراقية مو من هذه المناشئ؟ شلون راح تنافسون؟ يعني سؤالي شلون راح تنافسون في أسواقكم بقية المحال اللي موجود كل شيء بها؟ أكيد. بس احنا حاليا أيضا بدينا بمشروع جديد اللي هو فتح معارض تسويقية، عندنا معرض تسويقي راح ينفتح في محافظة النجف. نعم. هذا احنا وضعنا مستشارين حتى يجلبون البضاعة التي لا تتواجد في البلد، اللي ما موجودة بالبلد، احنا حاليا دا ندرس هذه الاوبشنات او البضائع اللي ان شاء الله ان شاء الله احنا نحاول ان نوفر البضاعة الجيدة. حتى تكلمتي اليوم عن البضاعة التركية، اعتقد انه ما متواجد من بضاعة تركية في البلد لا توازي البضاعة موجودة في تركيا. صح. من اردأ المناشئ. صح. حقيقة يعني وكلتنا احنا نعاني عندما نتسوق ما نجد البضاعة الجيدة. لا والله. البضاعة الجيدة وإنما نعم. بضاعة رديئة، التاجر لا استهلاكية. نعم. شكرا جزيلا مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية زهرة القيلاني، نسأل الله لك كل التوفيق مع هذا المجهود الرائع اللي حضرتك تقومين. نسأل الله لك التوفيق. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. ختام ملفنا الأول راح يكون بأبرز الآراء النيابية والسياسية في منصة إكس حول التصويت على جداول الموازنة، لنتابع. نختم الآن بالموجز الخبري.
مجلس النواب يصوت على جداول الموازنة ويعلن انتهاء الفصل التشريعي الأول. السوداني يزور مقر جهاز المخابرات الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسه ويشيد بدوره في تحقيق النجاحات الأمنية. وزارة الصحة تعلن صدور الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين العلوميين. وزارة الزراعة تعلن الحد من تسريب المنتجات المهربة للأسواق المحلية. المنتجات النفطية تعلن تجاوز مبيعاتها 550 مليار دينار عبر الدفع الإلكتروني خلال آيار الماضي. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.